عقدت قبل قليل بحضور 219 نائبا برئاسة الحلبوسي. طبعا ثلاث فقرات تضمنتها هذه الجلسة: قضاة المحكمة الاتحادية، وكذلك تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن بناية البنك المركزي، وكذلك مناقشة أزمة السيول. الفقرة الأولى مناقشة مسألة البنك المركزي، شكلت لجنة أعضاءها فقط من اللجنة المالية النيابية داخل مجلس النواب لمتابعة هذا الموضوع. أما فيما يخص الفقرة الثانية مناقشة تسمية قضاة في المحكمة الاتحادية، أجل التصويت عليها دون مزيد من الأسباب. لم توضح هيئة الرئاسة الأسباب، لكنها أجلت، يعني أرجئت إلى جلسات مقبلة لأن يجري النقاش فقط حول أزمة السيول. الحديث هنا يعني عالي جدا وكبير جدا بشأن أزمة السيول. هناك من يطالب بتضمين فقرة لإرجاع النازحين بأكملهم في كل المحافظات، في كل المخيمات، إلى محافظاتهم التي نزحوا منها خلال العمليات الحربية منذ 2014 حتى 2018. يعني هناك مسعى نيابي لتضمين الموازنة المقبلة هذه الفقرة، على اعتبار أن هذه الفقرة تتطلب مزيدا من الأموال، وبالتالي الآن يجري هذا الموضوع. إضافة إلى أنه ربما يخرج البرلمان بقرار من شأنه أن يلزم الحكومة بمسألة إعادة النازحين كلهم أو أجمعهم إلى منازلهم في محافظات. طيب سرمد، يعني خطط الإصلاح أعلنت عن وجود أكثر من مرشح لوزارة الدفاع في البرلمان، والداخلية ربما يكون لها مرشح واحد. يعني كيف سيتعامل مجلس النواب مع تلك الأسماء أثناء عملية التصويت؟ حتى هذه اللحظة لا بوادر على إمكانية وصول عادل عبد المهدي. قيل بأنه يوم السبت ربما سيصل أو يأتي بكابينته، يعني استكمال الكابينة المنقوصة 8 أسماء. قيل بأنه يوم السبت سيأتي لكنه لم يحضر، ربما يوم الاثنين وفق التصريحات والتسريبات النيابية. قيل بأنه الفياض تم التوافق عليه، ربما سيطرح يوم الاثنين وزيرا للداخلية، لكن مع ذلك هناك قاسم الأعرج أيضا مرشح للتسوية فيما يخص مسألة وزارة الداخلية. أما فيما يخص مسألة وزارة الدفاع، هناك مستجدات على اعتبار أن تحالف المحور الوطني دفع بأسماء طالب إشغاتي وعبد الوهاب الساعدي وأسماء أخرى من قيادات جهاز مكافحة الإرهاب إلى واجهة الترشيحات لغرض يعني التصويت على أي منهم، على الأقل يعني اسم واحد فقط يصل إلى وزارة الدفاع. هم يريدون هذه الأسماء أو اسم واحد تحديدا أن يصل إلى وزارة الدفاع، طالما أن الخلاف السني السني احتدم بشأن مسألة التوافق على مرشح بعينه. هناك الكتلة الوطنية تدفع بمرشح أو بمرشحين، وكذلك تحالف القرار، يعني الخلاف السني أو الكتل السنية هي من تتخالف فيما بينها بمسألة مرشحين لتولي منصب وزارة الدفاع. لأن هذا المستجد حتى هذه اللحظة لم يحسم المنصب أو لم يحسم حتى الاسم، أو على الأقل لم يحصل الترشيح بين اسمين كما شاهدنا في مسألة وزارة الداخلية. الفياض والأعرجي هم فقط تقريبا حتى هذه اللحظة هم الآن الذين يجري الحديث حولهم لتولي أي منهم منصب وزارة الداخلية. لكن مسألة وزارة الدفاع حتى هذه اللحظة يبدو الأمر معقدا وشائكا، إضافة إلى أنه وزارة العدل هناك خلاف كردي، وكذلك وزارة الثقافة ما زال تحالف الفتح يصر على مرشح أو يصر على الوزارة التي هي يقول بأنه من حصته. طيب سرمد، يعني برأيك هل سيتخذ مجلس النواب يعني قرارا بشأن كارثة السيول التي تشهدها عدد من المحافظات، وإعلان يعني المناطق التي تعرضت لهذه السيول مناطق منكوبة، لو سمحت في دقائق معدودة؟ الضغط النيابي الذي ولده نواب هنا عن محافظات صلاح الدين وكذلك نينوى ربما سيدفع رئاسة المجلس إلى اتخاذ موقف أو اتخاذ أو يعني قرار نيابي يلزم الحكومة أو حتى وزارات الأزمة بمتابعة هذه الأزمة، وربما حتى ضمان عدم يعني تكرارها أو تكرارها لكن بشيء طفيف لا تتسبب بخسائر كما شاهدنا في الإعلام. هذا جانب. الجانب الآخر، مجلس النواب ربما هذه الفرصة المثلى له من أجل إثبات بأنه فعلا هو مجلس للعراقيين، وكذلك هو يدافع عن حقوق يعني كما تقول هيئة الرئاسة والنواب بأنه حقوق الشعب هي تمثل لديهم الدرجة الأولى، يعني موضوع خدمي. وبالتالي مسألة السيول ربما هي يعني جاءت من صالح مجلس النواب على اعتبار أنه مسألة إقرار
قرار نيابي يلزم الحكومة يعني بيد مجلس النواب من أجل التوافق أو من أجل تمرير مثل هكذا قرار يلزم الحكومة والوزارات المعنية. جميل. بالانتهاء أو وضع ما يلزم أو اتخاذ ما يلزم لتدارك الأزمة. الزميل سرمد الفاضل مراسلنا من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرتنا لهذا اليوم. شكرا.